بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأطيب الأوقات وأسعدها. نحن اليوم مع عشبة من الأعشاب المستوردة كذلك. هذه العشبة تسمى الخيار ثمر بالعربية، أما العطارة وكثير من الأعشاب ومن الناس يعرفونها بغير اسمها الحقيقي، يقولون لها عود صليب، وهذا خطأ فادح. والمحزن في الأمر أنهم لا يستعملونها في العلاج لينفعوا بها الناس، بل يستعملونها في الشعوذة والكذب على الناس ليأكلوا أموالهم بالباطل. وسأذكر لكم بعض من التفاصيل في هذه المسألة، وأشرح لكم منافع هذه العشبة الطبية الخيار شنبر واستعمالاتها بعد هذا الفاصل، وسنعود إليكم بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم حتى تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب، فالدل على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشبة الخيار سنبر شجرة دائمة الخضرة، تفقد أوراقها في فترة الإزهار الأول، يتراوح ارتفاعها بين 9 و12 متر، وهي ذات أزهار صفراء متدلية في عراجين وأوراق ريشية بيضاوية الشكل، وتعد هذه الشجرة كذلك من أشجار الزينة. موطنها الأصلي الهند وماليزيا وجنوب شرق آسيا، وتنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتزهر شجرة الخيار سنبر في شهر مايو وحتى أوائل يوليو، وتزهر مرة ثانية في سبتمبر. ثمار هذه الشجرة عبارة عن قرون متدلية يتراوح طولها بين 60 و100 سنتيمتر، ولها رائحة نفاذة، وتحتوي على بذور عدسية لونها بني تشبه إلى حد كبير بذور الخرنوب. فشجرة الخيار سنبر لها العديد من الخواص العلاجية والاقتصادية والتزيينية. اسم هذه الشجرة بالعربية خيار سنبر بالنون، وهناك من يقول خيار سنبر بالميم، وكل ذلك جائز. وتعرف كذلك بالخروب الهندي، وللأسف تسمى عندنا في المغرب عود صليب، وتعد هذه التسمية خطأ فادحا، لأن عود صليب هو شجرة أخرى تسمى الفوانيا، وسأنشر عنها فيديو خاص إن شاء الله لأبينها للناس. فكثير من المغرضين والنصاب والمشعوذين أكلت أموال الناس بالباطل، نسجوا خرافات وأكاذيب حول قرون أعني ثمار شجرة الخيار سنبر باسم عود صليب. نسأل الله أن يردهم مردا جميلا ويعفو عنهم من هذه الطامات. وحقيقة أن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ومن بينهم من يتاجر بهذه العشبة وهو لا يدري عنها شيئا. يسمى الخيار سنبر بالفرنسية فيستول دو كاسيا، اسمه بالإنجليزية جولدن شاور تري، من عائلة البقوليات فاباتشي. الخيار سنبر في الطب القديم، قال أبو العباس النباتي في كتاب الرحلة: هو شجر معروف وثمره مألوف بمصر والإسكندرية وما والاهما، ومنهما يحمل إلى الشام، وهو أيضا بالبصرة كثير، ومنها يحمل إلى المشرق. شجرة كقدر شجرة الجوز، وورقها كورقه، إلا أنه أصغر وأطراف حادة، وهو أصلب من ورق الجوز، ويزهر زهرا عجيبا لم تر عيني مثله، جمالا وحسنا في خلقته. وهذا الزهر إلى آن أن يخرج الثمر يستحيل لونه إلى البياض، ويدوي ويسقط، وتبرز أنابيب القطيب السنبورية على الشكل المعروف
منها الطويل ومنها القصير في عناقيد كعناقيد الخرنوب، تتدلى كأنها العصي شديدة الخضرة ثم تسود إذا انتهت. وقال إسحاق بن سليمان: في أنابيبه طبقات لب سود حلوة معسلة، وبين كل طبقتين نواة كنواة الخرنوب في القدر والشكل. وقال ابن سرانيون: يسهل المر الصفراء المحترقة، ويسكن حدة الدم، ويحلل الأورام الحارة أيضا، ويلين الصدر، وهو ينقي العصب. والشربة منه من 3 دراهم إلى 10، والدرهم يساوي 3 جرامات، تحل بالماء الحار وتشرب. وقال مصرحويه: يلين الأورام الصلبة طلاء، وأورام الحلق والجوف إذا تغرغر به مع طبيخ الزبيب ومع عنب التعلب، ويسهل بلا نكاية ولا أذى. وقال الفارسي: لا غائلة له، وينقي اليرقان، وينفع من وجع الكبد. وقال ابن سينا: يطلى به على الأورام الصلبة فينتفع به، ويطلى به على النقرس والمفاصل الوجعة. وإذا مرست فلوسه في ماء الكزبرة الرطبة بلعاب البزر قطونة ثم تغرغر بها نفع من الخوانيق. وبزر قطونة هي عشبة موجودة بكثرة في جميع أنحاء المملكة، والغريب في الأمر لا يعرفها إلا النادر من الناس، وهذه صورتها أمامكم، وهي من فصيلة الخيميات. وقال غيره: خيار شنبر ينفع من الحميات الحارة السبب في كل أوقاتها، ويلين به الطبيعة برفق سقيا وحقنة مع طبيخ البنفسج، وينفع لأورام الحلق صحيحا بأن يمسك فلوسه في الفم ويبتلع ما تحلل منها. وإذا تغرغر بممروسها فإن في أولها تسكن أوجاعها وتحللها، وفي آخرها تفجرها، لا سيما إذا مرست في ماء قد طبخ فيه تين أبيض كثير العسلية. وقال أبو السلط: يسهل الطبيعة برفق، وينقي المعدة والأمعاء من المرار والرطوبات، ويسهل خروج البراز المنعقد المتحجر. وإذا سقي مع التمر هندي أسهل المر الصفراء، وإذا سقي بماء الهندبة أو بماء عنب تعلب نفع من اليرقان، واليرقان كما تعلمون هو أبو صفار أو بوصفار. ومن أورام الكبد الحارة أما الأنطاكي، فقد قال: يسمى البكتر الهندي، شجر في حجم الخرنوب الشامي لونا وورقا، له زهر أصفر إلى بياض مبهج، يزداد بياضه عند سقوطه، ويخلف قرونا خضراء تطول نصف ذراع، داخلها رطوبة سوداء وحب كحب الخرنوب بين فلوس رقيقة، والمستعمل من ذلك كله الرطوبة. وأن لا يستعمل إلا بعد سنة، ولا ينزع من قشره إلا عند الاستعمال، ولعدم غائلته تسهل به الحبالة، ويخرج الخام، وينقي الدماغ والصدر، ويفتح السدد، ويزيل اليرقان. وأهل مصر تستعمله بماء الجبن في علاج الحكة والاحتراقات، والحب الفارسي، ويضمد به للنقرس، ومع ماء عنب التعلب يحلل الورم، ومع الزعفران يفزر الخنازير والدبيلات. وقشره بالزعفران والسكر بماء الورد يسهل الولادة مجرب، ويسقط المشيمة، ويخرج الصفراء المحترقة مع الثمر الهندي، والبلغمة مع التربد، والسوداء مع الهندبة، ويطفي ضرر الدم بماء العناب. هنا فائدة: ذكر الأنطاكي في كلامه الأخير بعض المصطلحات، وهي الصفراء والبلغم والسوداء والدم، فهذه المصطلحات تسمى الأخلاط الأربعة،
فهي من المكونات الأساسية في الطب القديم، وإن يسر الله سأحاول شرح هذه المصطلحات وغيرها في فيديو أو على شكل دروس للاستفادة من قانون الطب القديم، والذي يضم الكثير والكثير إن شاء الله تعالى. خيار شنبر في الطب الحديث: المستعمل من العشب الأوراق والقشور ولب الثمار والبذور. فالخيار شنبر غني بمضادات الأكسدة الفينولية مثل الأنتراكينون والفلافونويدات ومشتقات فلافان، ويبدو أن الأنتراكينون والمتغيرات الخاصة بها هي المواد الأساسية المشتركة في جميع أجزاء هذا النبات. ويستعمل لب الخيار شنبر في حالة وجود صعوبة في إفراغ الأمعاء، وعادة ما يرتبط بالبراز المتصلب. والخيار شنبر آمن وفعال في علاج الإمساك، لأنه يحتوي على ملين خفيف له تأثير مسهل وملين بسبب مشتقات الأنتراكينون الموجودة في اللب. فتناول لب الخيار شنبر في المساء بعد الأكل مفيد لعسر الهضم ومشاكل الغازات وتقوية الأمعاء. وتطهى الأوراق الطرية وتؤكل كخضروات ورقية في حالة الإمساك الشديد. فعشبة الخيار شنبر تنفع كذلك في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وهو مرض مزمن يسبب التهاب المفاصل وينتج عنه تشوه مؤلم وعدم الحركة، خاصة في الأصابع والمعصمين والقدمين والكاحلين يعني الأكتاف. وتدق أوراق الخيار شنبر مع لحاء الشجرة حتى تصبح عجينة، وتطبق على الآفات الجلدية كنزع الحشرات والإكزيما والجرب والصدفية والحكة الشديدة. ويجب على المرأة الحامل ألا تستعمل الخيار شنبر في العلاجات الداخلية، لأنه يمكن أن يسبب الإجهاض، ولا يستعمله المصاب بالإسهال. وفي الجرعات الزائدة فإنه يسبب إسهالا يدوم أياما. ونكتفي بهذا القدر، شاكركم على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو ببعض الشيء. ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو عشبة جديدة أو موضوع جديد. وإلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.